إذن أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في قيسارية. الشرطة تفتح التحقيق في إلقاء هذه القنبلة. معنا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ماذا لديك من تفاصيل إلقاء قنبلة ضوئية على منزل نتنياهو الذي يتواجد فيه باستمرار، وخاصة فيما يسمى بأنه منزل صيفي، والشباك يعني أو الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيق في هذا؟ ماذا عن التفاصيل؟ بالفعل، وهذا ما جاء في بيان مشترك ما بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية وبين الشباك الإسرائيلي حول ما حصل بالقرب من منزل بنيامين نتنياهو. يقول البيان أنه مساء اليوم قرابة الساعة 7:30 مساء كان قد رصدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية قنبلتي إنارة أطلقتا بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية، وسقطتا داخل حديقة منزل بنيامين نتنياهو الشخصي. يقول بيان شرطة الاحتلال الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا متواجدين في المنزل وقت الحادثة، وهذه معلومات مشابهة حينما تم استهداف منزل بنيامين نتنياهو في الطائرات المسيرة. خرجت الشرطة الإسرائيلية والشباك الإسرائيلي للقول بأنه للصدفة، فأن نتنياهو وسارة لم يكونا متواجدين في المنزل، واليوم ذات الرواية، مع أنه اليوم هو يوم السبت وعادة يوم عطلة وفق الديانة اليهودية، ويتواجد بنيامين نتنياهو عادة في نهاية الأسبوع في هذا المنزل. ولكن بيان الشرطة يؤكد أن لا رئيس الوزراء الإسرائيلية ولا عائلته كانوا متواجدين في المنزل وقت الحادثة. ويقول بيان شرطة الاحتلال أيضا بأنه على الفور أعلن عن فتح تحقيق مشترك بين الشباك والشرطة للوقوف على ملابسات الحادث. ويعد هذا الحادث حسب بيان شرطة الاحتلال تصعيدا خطيرا يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية. طبعا يعني هذا حادث يعني يعتبر الحادث الثاني دانا. طبعا منذ فترة قليلة تم إطلاق صاروخ، وهذا الصاروخ أصاب حتى نافذة أو شرفة غرفة نوم نتنياهو بالتحديد، وإن لم يكن متواجدا في هذا اليوم أيضا نتنياهو. وهذا الحادث الثاني إلقاء قنبلة ضوئية على منزله، فما خطورة ما يحدث؟ وأيضا كيف يدل هذا على مدى التقصير في الدفاعات الجوية والثغرات المتواجدة فيما يسمى بالقبة الحديدية؟ بالطبع ينظر إلى هذه الحادثة كالحادثة التي سبقتها بأنها محاولة اغتيال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكانت إسرائيل قد استغلت إطلاق الطائرة المسيرة نحو منزل بنيامين نتنياهو في الوقت السابق، وبررت ردودها وغاراتها الجوية وتكثيف وتعميق عمل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية بأنه جزء من الرد على عملية الاغتيال بحق بنيامين نتنياهو. وأيضا ينظر إلى هذه الحادثة كما وصفتها شرطة الاحتلال والشباك الإسرائيلي بأنها حادثة أمنية خطيرة ولها تداعيات، وبأنه يجب الكشف عن التحقيقات في جميع ملابسات القضية. وخاصة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية كانت قد قالت بأن كان هنالك إطلاق قنبلتي ضوئيتين، ولكن لم يكن هنالك أضرار لا في المنزل صحيح. ولا في الحديقة التي عثر على بقايا قطعة سلاح استخدمت لإطلاق القنبلة المضيئة اتجاه منطقة وقيصارية وتحديدا بيت بنيامين نتنياهو. وهنالك تداعيات لهذه العملية، تعقيبات أبدأها في الرئيس الإسرائيلي هيرتوغ كان قد علق على هذه الحادثة وقال بأن حادث إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل رئيس الوزراء هو حادث خطير للغاية، وكذلك أدان هذه العملية. كذلك الحال الإدانة كانت على لسان رئيس وزعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد حينما قال بأنه يدين بشدة إطلاق قنابل إضاءة على منزل نتنياهو، وأنه يتوقع العثور على الجناة كما وصفهم، ويجب أن يكون هنالك معاقبة لهم، وخاصة أن شرطة الاحتلال كانت قد عثرت على سلاح يستخدم لإطلاق القنابل. هذا يعني بأن هنالك بالفعل أشخاص استخدموا هذا السلاح. أما بن غفير فقال بأن إلقاء هذه القنبلة الضوئية هو تجاوز لخط أحمر آخر، واليوم يتم إطلاق هذه القنبلة على منزل بنيامين نتنياهو، غدا لربما يتم إطلاق الرصاص الحي، وبأن هذا جزء من حملة التحريض ضد نتنياهو وعائلته، وأنه يتوقع أن يكون هنالك رد فعل سريع من قبل شرطة الاحتلال والشباك الإسرائيلي.
يعني إذن حادثتان يعني تقتربان في التوقيت من بعضهما، حادث إطلاق مسيرة على منزل نتنياهو، اليوم إطلاق قنبلة ضوئية أو قنبلتان على منزل نتنياهو أيضا، ما يعني أن هناك في القادم المزيد من مثل هكذا حوادث. أشكرك في القدس المحتلة، كنت معي دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية.